استطعنا أن نضع جانباً جميع مصالحنا الشخصية ونرى أمام أعيننا مصلحة بلدنا الحبيب فقط. استطعنا منذ هذه اللحظة أن ننظر بعيداً نحو الأفق ونرانا قد نجحنا وأخذنا معنا هذا البلد الحبيب نحو أبعد قمة كنا نريد أن نكون. قال سنستطيع وقد استطاع ووصل حقا إلى هناك. ومن بين أنوار مستقبل يخطف سناه أنظاري سأستطيع معكم العودة به إلى هنا وأستقبله وإياكم للمنصة مرشح قائمة معا نستطيع مصطفى ناطور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني أهلي أحبائي، حضرة رئيس بلدية قلنسوة الشيخ عبد الباسط سلامي، إخواني أعضاء بلدية قلنسوة جميعكم، أخونا أبو نسيم جهاد مصطفى أهلا وسهلا فيك. أيها الحفل الكريم، بداية اسمحوا لي أن أتقدم بأثمن التهاني والتبريكات لكم أنتم السواعد القلنساوية التي حققت هذا النصر الكبير. ولولا جهدكم ولولا مساعيكم الكبيرة لما اجتمعنا في هذه اللحظة هنا، فألف تحية شكر وعرفان لكم على ما بذلتموه في يوم الانتخابات في 5 نوفمبر. وهنيئا لكم ولقلنسوة على هذا النصر الكبير. إخواني أخواتي، الانتخابات انتهت، الانتخابات حسمت وانتهت، ومع انتهاء هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلدنا قلنسوة تنتهي جميع الانقسامات بيننا، وقلنسوة تعود مدينة واحدة للجميع. قلنسوة عادت وتعود بلد الجميع. لقد اشتهرت قلنسوة بوحدة صفها وبمحبتها وبتواصلها وبنسيجها الاجتماعي القوي. فنحن لن نفرط بهذا الإنجاز الكبير، وأطلب من الجميع من الآن فصاعدا أن ننظر إلى مدينتنا مدينة قلنسوة كوحدة واحدة، كوحدة واحدة فقط. فلا مكان للتهجمات على أي شخص. كل إنسان اختار طريقه الديمقراطي، كل إنسان عبر عن طريقه بالطريقة وبصورة اللي هو بيشوف فيها. والأهل قلنسوة اختاروا الشيخ عبد الباسط، الشيخ عبد الباسط السلامي رئيس الجميع، رئيس كل أهل قلنسوة. إخواني أخواتي، الصورة الموجودة هنا إذا بنطلع هنا يعني بثبت الأشياء اللي بقولها، بثبت الوحدة اللي بيننا، وهذا كنز كبير بدينا لازم نحافظ عليه من الآن فصاعدا. الشيخ عبد الباسط مهم جدا. إخواننا من الآن فصاعدا تبدأ مسيرة العمل، العمل والإعمار لقلنسوة، إعادة إعمار قلنسوة. كما تعلمون جميعا وهذا مش سر، قلنسوة مدينة جريحة. قلنسوة اليوم بتعاني من كثير الكثير الكثير من المشاكل على مستوى النظافة العامة، على مستوى التعليم، على مستوى الخدمات اللي بتقبلها المواطن، على مستوى بيت المسنين للشباب. فيش عندنا في قلنسوة، في مدينتنا المدينة الوحيدة في إسرائيل اللي فيش فيها ملعب كرة قدم. فإحنا كإدارة لبلدية قادمة بتواجهنا ملفات صعبة جدا. والرجال اللي قاعدين قدامكم لو جمعنا الخبرات الإدارية الموجودة عندهم أكثر من 100 سنة، موجودة هنا على هاي الطاولة أكثر من 100 سنة خبرات إدارية، وهي كفيلة إنها تواجه وتحل جميع هذه الملفات الشائكة.
وأنا بوعدكم أن إدارة البلدية بأعضائها بنواب البلدية مع رئيس البلدية رايحين نكون رجل واحد، رايحين نكون بتفاهم كبير على أساس نخدم بلدنا، ومطلوب مساعدتكم، مطلوب مساعدتكم كلياتكم. إحنا بدنا دعم أهالي قلنسوة علشان ننهض بمدينتنا، وإحنا كان شعارنا معا نحن نستطيع وبنعيدها، وهسه إحنا بأمس الحاجة بعد ما استطعنا ننجح بالانتخابات، إحنا في أمس الحاجة نعيد ونعلن شعارنا من جديد اليوم، معا نحن نستطيع، معا نحن نستطيع إعادة إعمار قلنسوة، معا نحن نستطيع إعادة بناء الملاعب لشبابنا، معا نحن نستطيع إعادة إعمار بيت المسنين، معا نحن نستطيع رفع مستوى التعليم في مدينتنا. نعم معا نحن نستطيع تنظيف وادي الإسكندر. فحياكم الله وبارك الله فيكم، ومعا نحن نستطيع. شكرا للسيد مصطفى نطور. بس ما احنا حكينا لك مش معا نحن نستطيع، معا نحن استطعنا. معا احنا استطعنا نربح الانتخابات، معا نحن نستطيع إعادة إعمار قلنسوة.